انطلقت أعمال مؤتمر ليلى بقيلي الذي يتناول قضايا انخراط المرأة في المهن المالية والمصرفية والمحاسبة والتأمين، والذي تخلله عرضاً لعدداً من أوراق العمل المتخصصة بهدف التعرف على مسيرة الرائدات في هذا القطاع. تفاصيل أكثر بالتقرير الجاي. تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، أقيم مؤتمر ليلى بقيلي حول النساء في المهن المالية والمصرفية والمحاسبة والتأمين بهدف التعرف على مسيرة النساء وصاحبات الإنجاز والرائدات منذ دخولهن إلى هذا القطاع، والتعرف على طبيعة وظروف عملهن واحتياجاتهن وتطلعاتهن، ولفتح آفاق الحوار بين الحركة النسائية والمجتمع المدني الأردني. المؤتمر بتقديري يمثل خطوة مهمة جداً لتقدير جهود السيدات العاملات في قطاع المصارف والمهن المحاسبية والمالية بشكل عام في المملكة. التقدير اللي قدم اليوم لمجموعة من الرائدات في هذا المجال بعتقد أنه بيمثل حافز وقدوة لغيرهم من السيدات والنساء في المجتمع لتقديم كل جهودهم لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية في المملكة. بعتقد أنه دور مهم جدا لكل الجهات سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في المملكة إنها تخلق بيئة عمل وظروف تمكن المرأة من المشاركة وإظهار قدراتها والمساهمة بشكل فعال بالتنمية الاقتصادية في المملكة. هذا المؤتمر هو واحد من سلسلة مؤتمرات تهدف إلى تسليط الضوء على النساء العاملات في القطاعات المختلفة في وطننا، والأساس فيها أن تظهر إنجازات النساء وريادة النساء، قدرة النساء على القيادة وعلى التميز. وقد عقدنا مؤتمر سابق حول النساء في المهن الطبية، واليوم إحنا بنعقد مؤتمر ليلى بقيلي للنساء في المهن المالية والمصرفية والتأمين والمحاسبة. تم تكريم عدد من الرائدات والقياديات، وتم تسليط الضوء على ازدياد معدل مشاركة النساء في هذا القطاع، وعلى ضرورة وأهمية تدليل العقبات أمام المرأة العاملة في هذا القطاع حتى تستطيع أن تستمر في العمل، وحتى يعني يتضامن المجتمع والتشريعات والسياسات معها لتستطيع أن تسهم في التنمية المستدامة في بلدنا، وتسهم في استثمار أمثل للطاقات والموارد البشرية اللي إحنا جميعاً بنعتبر أنه هي أساس في النمو الاقتصادي وفي التنمية الاجتماعية وفي تجاوز الصعوبات والتحديات الاقتصادية. ترأست جلسة بهذا المؤتمر تتعلق بالإطار القانوني الناظم لعمل النساء في هذه القطاعات والإنجازات وواقع المرأة في هذه القطاعات. كلنا نعلم إنه المرأة هي نصف المجتمع، والمرأة أيضا هي تعمل مثلها مثل الرجل في مختلف المواقع والميادين العمل، وبالتالي كان لابد من أنه ننظر إلى هؤلاء النساء العاملات في هذه القطاعات من حيث هل هنالك حقوق متساوية في ظل هذه القوانين ما بينها وبين الرجل، هل أنها فعلا تتمتع بكافة هذه الحقوق بدون تمييز، أم أن هنالك تمييز بهذه الحقوق في ظل هذه القوانين، سيما إذا علمنا إنه الدستور الأردني قد ساوى ما بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. أيضا هل المرأة فعلا تتمتع بالضمانات الكافية من النواحي المهنية والنواحي الاجتماعية والنواحي الصحية، نواحي التساوي في تولي المناصب العليا، نواحي المساواة بالأجور إلى آخره، أم أن هنالك ما يعيق حركة وتطور المرأة في هذه الميادين، وبالتالي هو يعيق نصف عجلة الإنتاج للمرأة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه فعلا المرأة هي نصف المجتمع. ليلى بقيلي امرأة ريادية ونقابية فريدة، كانت تعمل في بنك العربي، وبسبب زواجها كان عليها أن تستقيل من عملها، لأن نظام البنك العربي ومعظم أنظمة البنوك الخاصة أنذاك لم تكن تسمح للمرأة المتزوجة بالعمل أو الاستمرار فيه، حيث بادرت مع زملاء وزميلات لها يعملون في عدد من البنوك الأردنية من أجل إنشاء نقابة للعاملين والعاملات في المصارف للدفاع عن الحقوق وللعمل على إنهاء مظاهر التميز ضد المرأة. اشتغلت 10 سنين في البنك العربي، بعدين صار قرار جديد إنه اللي بتتزوج ممنوع تشتغل في البنك.
استقلت بعد ما تزوجت ورحت على البنك المركزي. البنك المركزي لما قدمت المحافظ قال لي عندك مانع تصيري سكرتيرتي، قلت له لا، واستلمت سكرتيرته من هذا بهذا الوقت. بعدين صار مجموعة من البنات يشتغلوا في البنوك، أسسنا نقابة المصارف. الماما اشتغلت في القطاع البنكي بالخمسينات، وكانت مدة خدمتها لمدة 10 سنوات. أنا ذاك كان المرأة الأردنية العاملة لما بتتزوج كان لازم تترك عملها، ولكن ماما بإيمانها بدور المرأة في المجتمع الأردني وحبها للعمل راحت على البنك المركزي وتم تعيينها أول سكرتيرة لمحافظ البنك المركزي الأردني. خدمة الماما في القطاع البنكي دامت ما يقارب 25 سنة، وبعد ما اشتغلت في البنك المركزي كانت امرأة أردنية ريادية قيادية عاملة، كان لها تأثير على محيطها من أهلها ومجتمعها. المؤتمر يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات متخصصة في قطاعات ومجالات عمل النساء المختلفة، وتم تكريم عدد من صاحبات الإنجاز والحائزات على جوائز والرياديات في قطاع المهن المالية والمصرفية والمحاسبة والتأمين، تقديرا لريادتهن وتميزهن وإنجازاتهن.